أعيد تمثيل هذه اللقطة 27 مرة، فهذا النوع من الأفلام لا يحتمل الخطأ ولا يخضع للحذف أو المونتاج. رشح هذا الفيلم مشاهدينا الكرام للمشاركة في الدورة 64 لمهرجان كان الدولي الفائت، وللوقوف أكثر على طبيعة الفيلم وفحوى الرسالة استضفنا عبر الأقمال الصناعية مخرج الفيلم الأستاذ نورس أبو صالح. مرحبا بك أستاذ نورس. مرحبا بكم، أهلا وسهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام. يعني في مشهد يتسم بنفس واحد عرفنا كيف تحدث الهدنة في حياة الإنسان الفلسطيني، ماذا تريد أن تقول بعد؟ في الواقع كما قلت وكررت دائما أن حالة الهدنة هي حالة يعيشها الشعب الفلسطيني منذ 60 عاما، حالة لا حرب ولا سلم، وعدم وجود حل للقضية الفلسطينية يعني هو كان ما نرمي إليه من وراء إخراج هذا الفيلم. نعم، هذه الأفلام القصيرة هل ترى لها رواجا في الساحة الفنية والسينمائية في فلسطين؟ هلا في فلسطين وعلى المستوى العالمي، العالم يتجه باتجاه الأفلام القصيرة لدرجة أن هناك ورشات عقدت في مهرجان كان السينمائي تتحدث عن التحول من الفيلم الطويل إلى الفيلم القصير، خاصة إذا أردت أن تطرق مواضيع حساسة وأن ترسل رسائل سريعة للجماهير. نعم، مقارنة بالأفلام الروائية. تفضل. عفوا، وفي عصر السوشيال ميديا والفيسبوك وتويتر واليوتيوب الجمهور يتوجه نحو الأفلام القصيرة والرسائل السريعة. نعم، مقارنة بالأفلام الطويلة، وأنت تحدثت عن الأفلام الروائية الطويلة، هل ترى للفيلم الفلسطيني القصير مستقبلا على الساحة الفنية أو العربية السينمائية؟ القضية الفلسطينية نفسها تطرح نفسها وبقوة، وبالتالي مواضيعها شيقة، وحتى الجمهور العالمي وليس العربي فقط يحتاج ليعرف الكثير عنها. وكما نقول دائما، تحت أي حجر في فلسطين هناك قصة يستحق أن تروى. أستاذ نورس أبو صالح، نشكر لك هذه الإفادة، كنت معنا من الأردن. مشاهدين الكرام، اختيار فيلم هدنة في زاوية الأفلام القصيرة في كان يأتي في إطار الاهتمام الذي يولى مؤخرا للأفلام الفلسطينية وتحديدا القصيرة منها. ولمعلوماتنا أكثر قمنا بتحضير هذا التقرير. تمر السينما الفلسطينية اليوم بمرحلة نمو وتطور ملحوظ من خلال أفلامها الظاهرة مؤخرا، ولم تتميز فقط بالأفلام الروائية الطويلة التي أخرجها رواد السينما المستقلة من أمثال هاني أبو أسعد وإيليا سليمان، وإنما شهدت أيضا بروزا لافتا للأفلام القصيرة على أنواعها. وتجلى ذلك بإقامة مهرجان فلسطين فيلم فيستيفال للأفلام الفلسطينية في أماكن متعددة من العالم، ومنها المهرجان الدولي العاشر للسينما الفلسطينية والعربية الذي تقيمه جمعية الصداقة سردينيا فلسطين. من ضمن الأفلام القصيرة التي لقيت نجاحا ظاهرا فيلم بي كوايت للمخرج سامح الزعبي المنتج عام 2006، وفيلم ذا فيو للمخرجين حازم بيطار ورفقي عساف. كما أن للمخرجات الفلسطينيات دورهن البارز أيضا في هذا المجال، حيث برزت المخرجة الفلسطينية الأمريكية آن ماري جاسر من خلال فيلمها الساخر Like 20 Impossibles عام 2003. وقد كان للمخرجين غير العرب إسهامات مهمة في مجال السينما الفلسطينية كفيلم Day in Palestine للمخرجة الفرنسية ماري ألين ديفيس وDriving to Zigzagland للمخرجة الأمريكية نيكول باليفيان. مشاهدينا الكرام، بعد مرورنا على فيلمين فلسطينيين صورا بصدق بالغ البيئة الاجتماعية والتداعيات النفسية التي يكابدها الفلسطينيون وبخاصة الأطفال منهم، لا نملك إلا الاعتراف بحراك فني أصيل وبموجة تعريفية بواقع الشعب الفلسطيني في بلد ما يزال حتى اليوم يشترح فنه من كبد معاناته ويجمل آلامه، ليرصد للعالم أجمع كمية الظلم والعدوان التي يتعرض لها شعبه، وليعرف العالم أيضا بقدرة هذا الشعب على إعطاء الفن وتقديم الإبداع في أجمل صوره وأبهى تجلياته، لتعيش السينما الفلسطينية ويعيش الشعب الفلسطيني
كواحد من شعوب الأرض التي أفرزت للعالم فناً راقياً برقي القضية والحق المغتصب في فلسطين. بهذا نكون مشاهدينا الكرام قد وصلنا إلى ختام فقرات برنامجنا لهذا الأسبوع، آملين أن نكون وفقنا في تقديم المتعة والفائدة خلال وقوفنا وإياكم على إحدى رسائل الفن السابع. نرحب باستفساراتكم واقتراحاتكم عبر بريد البرنامج الإلكتروني rasail@beltodaytv.com. لقاؤنا بكم يتجدد بحول الله الأسبوع المقبل، فحتى ذلك الوقت هذه تحياتي وتحيات الزميلة فوزية حرب في الإعداد مع كل فريق البرنامج. أطيب المنى وإلى اللقاء. ماما؟ نعم. ممكن تعطيني 5 شيكل؟ ليش شو؟ ليش شيء من دكانة؟ مش بحاجة ولا لأشي من دكانة. بعرف عندك شيء لي. زي إيش؟ إشي مفاجأة. بلاش هبال وتعالي ساعديني نضبط. يا ماما بس مرة. أصلاً أنا ما معيش مصاري. روحي جيبي جزداني أورجيكي. شوفي هيا هدول آخر 5 شيكل معي، خديهم وحلي عني. شكرا ماما. هلأ رايحة؟ ماما بس عمو إيش؟ بس ترجع بسرعة.